السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم طاجين باللحم البقري بالبصله وبالخضيره، المهم داكشي اللي موجود عندك في الدار، والزبيب، البصله والزبيب هو لا باز، البصله والزبيب واللحم، ولكن غنشكلوه بخضيره. دونك عندنا المقادير، عندنا الحيمات، كنخلطهم بواحد البصيله مشلضه بهذه الطريقه هذه. دابا هاد هذا الطاجين ديال الاوريكا، دونك مشلضه بهذه الطريقه. البصله كما وريناكم ولا كما غنوريوكم الطريقه كيفاش تشلضوها، كيفاش تصيبوها. دونك خصها تجي محلوله مفتحه، داكو. غادي نحتاجو خيزوه وحده كبيره، وبطاطا وحده، شويه ديال الفول هذا تشهيتو، شويه الجلبانه، والزبيب. الزبيب راه درتو في الماء يترقد، نشلوه ديك الساعه ملي وصلنا وقيته غنديروه في الطاجين. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو سكينجبير، نحتاجو الزعفران عرك، الملحه، والبزار، ثلاثة دروس ديال التومة. غتقول لي التومة علاش، انت داير البصلة والتومة علاش؟ دونك هذا فصل ديال البرد، وكيف ما تعرفوا التومة، التومة مزيانة للصحة هي والبصلة، دونك إلا تزادت كتعطي النكهة ديالها، أو ميم طون أونتيبيوتيك يعني ممتاز. وهذه نص معلقة ديال راس الحانوت، بطبيعة الحال زيت العود. نبداو على بركة الله. الو، اول حاجه كما قلنا كنديرو الحيمات مع البصيله، وكنزيدو فيها نعمه سيدي ونعمه لاله. ما عرفتش علاش كنبدا بنعمه سيدي، غير حيت كنفريكونتي رجال بزاف. نعمه لاله ونعمه سيدي، لاله هي الاولى، لاله ومولاتي. كنديرو زيت العود، انا ضد الفكره ديال نخلط زيت العود مع الزيت العاديه. وكنديروا تويمه، وغادي نديروا العطريه كامله ان شاء الله بحول الله. نبداو براس الحانوت لانه هو راس الحربه. سمعتوا الفريخ ديالنا محييه، ديما كنبغي عفوا نبغي ندير شي وصفه كيحيه عليا، كيبغي حتى هو يشوف، بغي يتعلم المقادير. ايوا شوف اسيدي، كنديرو واحد المعلقه ديال السكينجبير، لا الله، كنديرو واحد المعلقه ونص ديال نعم، كنديرو البزار نص معلقة صغيرة، كنديرو الملح، الملح بطبيعة الحال على حساب الذوق. الإنسان كل ما نقص من الملح ونقص من السكر كان افضل. الاكثريه ملي كيوصل لواحد السن ديال 40 سنه فما فوق، من الافضل الانسان ينقص منه. هنا هذه الوصفه هذه جد رائعه ومجربه، غادي تنال الاعجاب ديالكم الا خدمتوها وصيتوها بهذه الطريقه. دونك كنخلطوا المقادير كامله بالزويته ديال العود بالعطريه كامله. من الافضل يكون عندكم طاجين ما مجلش، هذاك المجلج راه ما مزيانش للصحه. وحنا علاش كناكلو؟ كناكلو باش نديرو الصحيحه، باش نديرو، باش نزيدو، باش نديماريو، باش ملي نوضو في الصباح ديماري تزيد، ماشي تعيط ديباناج. داكوغ. الوغ كيما كندير في الطواجن ديالي اوريكا، دابا كيلوحو كلشي في خطره وحده. انا لا كنفضل نديرو شويه تقله،
كنتبع الطريقه ديال الوالده الله يرحمها ونزل عليها الرحمات والنار ورحم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. الوغ من الافضل فيما بعد تتقلى ماشي تجي وتلوح تلوح على كل شيء وتم. يا من الافضل تتقلى فهمتي، من الافضل ونخليوها تتقلى واحد شويه بعد 10 دقائق ولا هذا، ونورمالمون اوليكا كيلوحوا كل شيء. داكشي اللي غنديروا لا نشوز، نخليوها تتقلى واحد شويه وغادي نلوحوا كل شيء ان شاء الله بحول الله، ونرجعوا لكم في وقت لاحق. البصله كنقردوها بحال الطريقه بجي رقيقه داكوغ، كتحيدو منها الرويس باش ميبقاش شاد دوك الشنيفات ديال البصله، كتقردوها رقيقه بحال هاد بحال هاد الشكل بجي رقيقه باش ملي كتخدموها كتفرتت نورمالمون، خصها تخدم خصها تبقى مشدوده بعضياتها، خصها يولو شعرات داكوغ. اما الا درتو ليها بحال هاد الشكل هذا بحال هكا غادي تجي غليظه، كيف فين غاديش تعطيكم ديك داكشي اللي كتسنى بحال هاد الشكل، تعطيو الخاطر فوالا، وتكملو البصيله ديالكم بهاد الطريقه هادي. حنا رجعنا من جديد، ها هي الحيمه تقلات راه قلبتها صافي، وفي هذه الحاله غادي نقسم البوطه ديال مهيله شويه. يعني واحد الملاحظه ما تزيدوا لا ما لا والو، لان البصله كتطلق. راني قلت لهم الفريخ فريخ، قلت لهم ما تزيدوش الماء. هذا البصله اللي درت في الاول هي اللي كتطلق ديك الدغميره، نغيطها مزيان. يا سلام، ايوا توكلوا على الله نديروا البصيله. بسم الله، البصيله هي هادي، هي مقاده. بسم الله الرحمن الرحيم، هاد الطويجين هدا راه خديتو كيما قلت لكم قبيلة مجلش، و كلي شافو يقول كبير، هو راه طاجين عادي غير هو عالي ماشي عالي زعما فيه العلو، راه شي واحد يقول لك عطيتو سمية و سميتو عالي ولا، هو عالي شوية عيني فيه العلو. بغينا نبسطو شوية، أنا سيدي، أنا مولاي، أنا لالا، سمحولي، أنا لالا، أنا سيدي، أنا سيدي، أنا كنا نديرو اللعيبة ديال الزريب. نجيبو سيدي دابا البطاطيس، ها لي قول ها لي قولنا، دابا غنشدو العلو فوالا. شوف داكشي تجي أكلة شهية ولوحة فنية. هنبدا 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 الخيط انا سيدي بهذه الطريقه بهذه الطريقه بهذه الطريقه وبهذه الطريقه، وهذا الخيط زوات صغار ما نضيعوهمش نديرهم حتى هما هنا. هذا نظر خلال الوالد الله يرحمه حتى هو، ديرو سيدي هاد الفويلات هادو تشهيتهم،
خديتهم كادو لا ميزون عندك في الدار. كاين شوف استعمار هادو والو غادي نديهم لعندك غراتوي. وكاين هاك زيب زيب زيك لاباس والله الرائحة عندك شي رفيع انا سيدي. الزبيب نورمالمون الجلبانه خصنا نديروه هنا، ولكن بويسكو جبرني الجلبانه وجبني الزبيب غنديرهم لي دو. سكيت غادي نشد الجلبانه نصفيها ورجع لعندكم. تلا الزبيب 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 ولا نصفيه. يا الله هانا سيدي كنديرو الزبيب هنا. بسم الله يا سلام اهدى يا حبيبي اهدى وقوس على راسي. ندير واحد شويه ديال ناخذو الباكين عمس شويه ديال البزار نديرو بيدي ورا في الاخر من هاد الطيب هاد البصيله والمسائل غنطلق واحد المريقه. هذيك المريقه هي اللي غادي نسقيو بها ان شاء الله بحول الله. نديرو واحد شويه ديال الملح من الفوق. ديجا درنا الملح وهادي ما قلناش في المقادير هادي سلتات. ندير واحد شويه ديال قرفه فوق الزبيب راه بالراحة. والآن انتهينا. مندير لا ما لا مولب غنقص عافية مهيلة ونخليه هاوي. انت لي فكرتيني انت ماشي انتي حتى انتي فكرتيني اللي حداه. غنشدو هاد الجليبينة وندربو. عندي الوليدات جايين ان شاء الله كانوا مسافرين ايوا الحمد لله. عيطوا قال لك ودي حنا جايين في الطريق ايوا درت لهم جليبينه درت لهم جليبينه كنت غندير انا الزبيب. ها انا ستي دير هادي تاهي من الفوق ما اللي حصلات راه حصلات واللي نزلات راه نزلات. راه نجمعو هادشي انا تاهي نخدم في النظافة. مرتي علماتني وقرصاتني على النظافة. هانا سيدي مطبخ الوالي الفيلالي وحرموه كيقدم لكم تاهية طيبة. من غير طيب يكون لنا لقاء عاوتاني باش نوريكم النتيجة ان شاء الله. تهلاو وسهلاو. الطاجين هو دابا موجود بالصحة والراحة.